بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. حبايبي النهاردة هناخد شخصية جميلة وشخصية حلوة خالص من شخصيات الكتاب المقدس، وهو ثالث شخص من الآباء اللي في السماء الحلوين اللي ربنا كان بيحبهم في العهد القديم، وكان من الآباء الأولين، هو أبونا يعقوب. يعقوب بدأ حياته شخص ضعيف وشخص يعني شايف نفسه صغير، وكان كل اللي بيعمله أنه بيرعى غنم أبوه ويرجع، فكانت أمه بتحبه خالص، كان ابن ماما، يعني ماما تحبه جدا جدا، مامته رفقة. شخص يعقوب كان فيه حاجة غلط كده في حياته، أنه كان شخص مكار، وطبعا للأسف الشديد بدأ في حياته في المكر دي مع اتفاق مع أمه رفقة. أخذ البركة بتاعت إسحاق من فم إسحاق أبوه، وأخذ البكورية مكان عيسو أخوه بالمكر اللي عمله بالاتفاق مع رفقة أمه. هتقولوا لي طب ما هو كان بيسمع كلام أمه. لا، بصوا كده في رسالة أفسس معلمنا بولس الرسول قال كده: أطيعوا والديكم. لا بس، لا كمل إيه بقى؟ أطيعوا والديكم في الرب. يعني ايه اطيعوا والديكم في الرب؟ يعني لو بابا وماما بيطلبوا مني طلب ربنا قال لا، يبقى انا اقول لا. ربنا قال ايوه انا هعمل وحنفذ وهبقى مطيع واكرم ابويا وامي، لكن اطيعوا والديكم في الرب. بالرغم من انه عارف انه رفقه اللي بتقوله له غلط، والحركه اللي هيعملها غلط، ولبسته بقى عشان ما كانش مشعر زي عيسو، لبسته شعر كده جلده كله مشعر لماعز ذبحتها، علشان لما يجي إسحاق يجس يعقوب يحس ان ده فعلا هو عيسو، وحاول يغير من صوته علشان يقلد عيسو. حتى إسحاق استغرب في البداية، قال له يعني الجسم اللي انا بجسه ده بتاع عيسو، بس الصوت صوت يعقوب. حتى خاف يعقوب في القعدة مع أبو إسحاق أن البركة تتحول للعنة، فكان المكر بتاعه كان صعب جدا بالاتفاق مع مامته رفقة. يعقوب بعد ما أخذ البكورية وعيسو عرف أن يعقوب أخذ البكورية وقرر أن يقتل أخوه، فراحت أمه قالت له اهرب بسرعة، خد لك كم شهر كده ولا حتى سنة، على أساس أن يعني أخوك يكون هدي شوية وبعدين ابقى أرجع. كانتش تعرف أنها ما كانتش هتشوفه تاني، وفعلا هرب يعقوب. كان في طريقه للابان اخو رفقه اللي هو خاله، وهو في الطريق لانه شخص ضعيف وشخص لسه مهزوز ولسه بيفكر انه يحل مشاكله بطريقه ارضيه او بعقله او بخبراته، فنام في الطريق كده، فبص لقى ربنا بيعذيب بالرغم من الغلط والمصيبه والخطيه اللي عملها يعقوب من ناحية إسحاق ومن ناحية عيسو. لكن ربنا ظهر له، بص كده لقى فيه سلم طويل من الأرض للسماء، ملايكة طالعة نازلة، عايز يقول له أنا مش سايبك يا يعقوب، أنا مش هسيبك، أنا عايز يقول له أنا هقف جنبك، بالرغم إنك أنت كنت غلطان، بس لأنك ضعيف ومش عارف، رايح لمستقبل مجهول مش عارف هتتصرف فيه إزاي، وماشي في طريق أنت ما رحتوش قبل كده، فما تخافش أنا هقف جنبك. حتى يعقوب عمل حركة جميلة جدا، نظر ربنا وقال له لو رجعتني لبيت أبويا لنفس المكان ده، أنا هخلي المكان ده مسبح، هيبقى هو البيت بتاعك اللي أنا أعبدك فيه، وهتبقى أنت الإله بتاعي. رغم من كل ده لكن ربنا كان مع يعقوب. خدي بالك، مش معنى أنه أي شخص يقول لي حاجة أعملها علشان جاية على هوايا أو جاية على مزاجي فأنا أنفذها، بالعكس، طالما ضد وصية ربنا، طالما ضد وصية الكتاب، لازم تقول لأ، لازم تقولي لأ، ولازم تجاهد جهاد حتى الدم، إن اللي أنا بعمله ده ما ينفعش يتعمل، ما ينفعش أكمل في الخطة دي اللي هي ضد ربنا، لأني عواقبها كتير والضرائب هدفعها بنفسي، ضرائب اجتماعية وضرائب بقى نفسية، وحبقى متغرب طول حياتي. تخيلوا يعقوب بسبب الغلطة دي اتغرب عن أبوه وأمه، ما شافش أمه لما ماتت أكتر من 20 سنة. احذر من إنك تطيع بحاجات مش موجودة في الكتاب، بتطيع بوصايا مش موجودة في الرب. أطيعوا والديكم في الرب. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم ويسندكم، لإلهنا المجد دائم أبديا، آمين.